السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي حبيت أشارك معاكم التنبيه ممكن أي حد فينا يقع فيه، يعني وتحذير في نفس الوقت. دلوقتي المنتجات اللي هي الرز والأكياس اللي هي زي كده، السكر والكلام ده كله، لازم لما نشتري حاجة نبقى عارفين احنا بنشتري ايه كويس. في هنا دلوقتي بيبقى فيه ورا أي كيس من المنتجات الغذائية ديت طريقة التحضير. في نفس الوقت في حاجة هنا اسمها طبقا للمواصفات القياسية، ثواني، طبقا للمواصفات القياسية المصرية 2244 لسنة 2006، دي بتبين ان دوت حاصل على التراخيص الطبيعية وان هو منتج مصري ومفيهوش اي مشكلة. طبعا هنا اسامي الشركات، مكان الصنع، الردة بتاعت الرز، هنا كمية الدهون مش عارف ايه والكلام ده كله. لازم نتأكد من الكلام ده كله من المنتج أول مرة نشتريه. بس شكرا.